السلام عليكم، مرحبا بكم معي من جديد بالقناة. دائما معكم ليلى. كنتم ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم وانتم بكل خير وباحسن صحة وعافية. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم كاب كيكس بالتفاح والكرامبل اللي كيجيو من ألذ واروع ما يكون. فكنتمنى لك انت اول مرة كتشاهدوا هذا الفيديو او كتزوروا القناة تنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. انضموا للقناة بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. بسم الله على بركة الله، نبداو بالمكونات والطريقة، فتابعوا معي الفيديو للأخير وفرجوا ممتعة. إذا المكونات اللي غادي نحتاجو لتحضير هاد لي كاب كيكس بالتفاح، عندي هنايا جوج حبات من التفاح اللي نقيتهم وقطعتهم على هاد الشكل مكعبات صغيرة، ملعقة صغيرة من الزبدة بطبيعة الحال تكون نوعية جيدة أي حيوانية، كذلك ملعقة صغيرة من السكر البني. غادي نديرهم فوق النار باش كيتعسل هاد، فغادي نخليهم يتعسلو غير واحد شوية. باش هكذا كيرطابو من ملي كيكونوا في الكاب كيك. كيف كتشوفوا ها هو تحمر واحد شويه، غادي نزولو ونخليه حتى كيبرد وندوزو باش نحضروا الخليط ديال الكاب كيك. بالنسبه للخليط ديال الكيك عندي 125 غرام ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، 100 غرام ديال السكر الخشن اي سائده، 4 المعالق كبار ديال الحليب، جوج بيضات، خماره ونصف ما يعادل 12 غرام. كذلك غادي نحتاج 225 غرام ديال الدقيق الابيض خاص بالحلويات، شويه ديال الكركاع اللي غادي نوضعو من الفوق. هادو هما المكونات ديال خليط الكيك. عاد غادي ندوزو للمكونات ديال الكرامبل اللي حتى هو غادي نزينو به من الفوق. غادي ندوزو باش نخلطو هاد الخليط ديال الكيك. غادي نطرب هاد الزبدة مع السكر واحد شوية حتى كنحصلو على كريمة بهاد الشكل. دابا غادي نضيف معاه البيض، من الأفضل يكون بحرارة المطبخ. نخلط كل بيضة بوحديتها، ثم غنضيف البيضة الثانية ونعاود نخلط مرة أخرى. غادي نضيف كذلك كيس من سكر الفانيليا، ممكن تعوضوه بقشور الحامض أو قشور البرتقال كيبقى لكم الاختيار. غنضيف هاد 4 المعالق كبار ديال الحليب، فوالا ثم غادي نضيف الخميره. كيف قلت لكم عندي كيس ونصف من الخميره، وغادي نضيف الدقيق شويه بشويه مع الخلط حتى كنحصلو على عجين متجانس. هلا حتى كنحصلو على قوام بهذا الشكل. مازال غادي يعاود يتطلق ملي غادي نضيفو ليه التفاح. فغادي نزول الان الفوي وغدا نبدا كنخلط بلا سباتول. بعدا غادي نضيف هاد التفاح اللي عسلت وخليته حتى برد، ونبقى كنخلط من الاسفل للاعلى حتى كينتج لينا هذاك التفاح مع هاد الخليط الاول ديال الكيك. هانتوما كيف كتشوفوا غير ضفنا ليه التفاح هو بدا كيتطلق. فوالا صافي، ها هو الخليط ديالنا اصبح جاهز. دابا غادي ندوز باش نعمر لي كيسات ديال لي كاب كيك، مي غادي نخلي الخليط هنايا على جنب وندوزو باش نحضرو الكرامبل اللي غادي نزينو به من الفوق.
بالنسبه للخليط ديال الكرامبل عندي هنايا 60 غرام ديال الزبده، 60 غرام ديال السكر البني، 120 غرام ديال الدقيق الابيض خاص بالحلويات، ونصف ملعقه صغيره من القرفه. غادي نخلط هاد المكونات مع بعض، يعني غادي يرجع لينا داك الدقيق مبسبس مع السكر والزبده. ضروري نلبسو مزيان بهاد الزبده اللي عندنا بهاد الشكل. حتى كنخدموه مزيان مزيان، هانتوما كيف كتشوفوا كيصبح لنا الخليط على هاد الشكل. غادي نخليه على جنب. صافي، عندي هنايا المول خاص بالكاب كيك، غادي ندوزو باش نعمرو بلي كاب كيك هاد العجين هاد فهاد ليمون. فعندي هنايا ملعقة ديال الايس كريم، هي اللي دائما كنخدم بها باش كتسهل عليا الخدمة. فكندير كمية من هاد الخليط في الملعقة وكنعمر بها ليكيسات ديالنا على هاد الشكل، يعني كل واحدة كندير فيها ملعقة. وكنستمر على هاد الشكل حتى كنكملهم كاملين. في هاد الأثناء أنا شعلت الفران تيسخن على درجة حرارة متوسطة، ذا من بعد ما عمرتهم كاملين دابا غادي نرشهم بشويه ديال الكركاع من الفوق، غير واحد شويه على الشكل. ثم غادي نبدا ناخذ هذا الكرامبل وغادي نوضعه كذلك من الفوق على هذا الشكل حتى كنعمرهم كاملين. صافي، وغادي ندخلهم الفران كيطيبوا على عافيه مهيله مده ديال 35 حتى 40 دقيقه، طيابهم بحال الشكل ديال الكيك. ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفهم في الشكل النهائي ديالهم. اذا كيف كتشوفوا فهذا هو الشكل النهائي ديال الكاب كيكس اللي حضرت معكم اليوم. كنتمنى ان شاء الله يكونوا نالوا الاستحسان ديالكم وتجربوهم لانه فعلا كيستحقوا التجربه. فلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا بلي لايك وتبارطاجيو ما بين الاهل والاصدقاء ديالكم، كذلك في مواقع التواصل الاجتماعي. ولا كنتم مازال ما اشتركتوش بالقناه اشتركوا بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، الى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.